السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس سنتعلم كيفية تعديل الواي فاي الخاص باسم الواي فاي في EC21 بعد ضبطه. مثلا أقوم بفتح الراوتر بفتح صفحة الضبط 192.168.0.1، ثم أدخل كلمة السر الذي أنشأتها أثناء الضبط الأول. من القائمة الرئيسية أنتقل إلى خيار واي فاي، وأنتقل إلى واي فاي نيم اند باسورد. كل ما علي هو اني احدد اسم شبكة ال 2.4 وشبكة ال 5G واي فاي. ايضا بامكاني اني اغير كلمة المرور من هنا، احط كلمة سر جديدة او من هنا. لاخفاء الشبكة كل ما علي هو ان اضع اشارة على هايد اخفاء الشبكة وانقر سيف. مثلا الآن الشبكة ستكون مخفية وغير ظاهرة. الشبكة ستكون مخفية في أجهزة الوايرلس، ولإدخالها كما نلاحظ ماينت غير موجودة كما نلاحظ، ولإدخالها يجب أن ندخلها بشكل يدوي إضافة شبكة. ثم ادخل اسم الشبكة، اختر الحماية، ثم ادخل كلمة المرور. ما ابغى التوصيل. تم التوصيل. بهذا نكون قد عدلنا شبكة الواي فاي، وغيرنا اسمها او غيرنا كلمة المرور من هذه النافذة، وايضا اخفيناها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.